دلوقتي خلونا نتابع مع بعض أهم وأبرز الأخبار المقرر حدوثها اليوم ولنستعرضها بالتفصيل مع حضرتكم في سياق التقرير اللي جاي. أخبار كتير هتحصل النهاردة، من بينها أنه وفقاً لما أعلن عنه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن إتاحة رابط إلكتروني للاستعلام عن مدى أحقية الموظف في الترقية وفقاً لقرار رئيس الجهاز رقم 598 لعام 2024 والخاص بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، ويمكن الرابط الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016 أو من يمثل قانون الشريعة العامة ليهم من الاستعلام عن مدى استحقاقهم للترقية. النهاردة وفقاً لما أعلنت عنه وزارة الأوقاف هيكون موضوع خطبة الجمعة هو لا يسخر قوم من قوم، تعظيم حرمة الإنسان وعدم التنمر به، وهي الخطبة الموحدة على جميع مساجد الجمهورية. من جانبها شددت وزارة الأوقاف على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصاً أو مضموناً على أقل تقدير، وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة لتكون ما بين 10 و15 دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معاً كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز. وأكدت كمان أنه من الأفضل أن ينهي الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيمله، وفي الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير. النهاردة هيقدم مسرح الهناجر للفنون العرض المسرحي جنس وتسعين يا جدو من تأليف وإخراج كامل الشافعي في الساعة 8 مساءً. بيناقش العرض المسرحي رحلة عبر الزمن كلها ضحك وذكريات، ويرى الجمهور نفسه داخل العرض على الرغم من كل الاختلافات بين أبطاله إلا أنهم نماذج حية من داخل المجتمع.